الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. طيب، إلى علوم القرآن، وهذه من أهم العلوم كما قلنا، لأن عز الأمة وتمكين الأمة وهداية الأمة وأنس القلوب بكتاب ربنا علام الغيوب سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، تمكينكم، عزكم، نصرتكم، هدايتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، الآن ندخل في عمق الكلام على علوم القرآن. تكلمنا على الفرق بين القراءات والأحرف، اليوم نتكلم على علوم القرآن، منها سبب النزول أو معنى سبب النزول وفوائد أسباب النزول، معرفة أسباب النزول هي مهمة جدا، وهي مسألة طبعا لأنه تترتب عليها أيضا قواعد وأحكام في هذا الباب، وهناك مباحث كثيرة جدا تتعلق بأسباب النزول، وآخرها مسألة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، العبرة بخصوص السبب أم بعموم اللفظ. وهنا تأتي قواعد اختلف فيها العلماء، وترتب على الاختلاف اختلافات فقهية كثيرة في مسائل وفروع فقهية كثيرة، كلها يعني تتبع هذه المسألة، وهي مسألة الكلام أو عمق الكلام بالفهم الشديد على مسائل النزول، نزول الآيات. لأننا قلنا بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ليلة القدر، ونزل منجما يتابع الأحداث، نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المباحث التي نمر عليها، معنى سبب النزول، وأيضا الفوائد المرجوة، ما هي الفوائد، ما هي الحكمة التي من تعلمها يصل إلى ذلك من فوائد النزول، طريقة معرفة أو طريق معرفة سبب النزول، كيفية التعبير عن سبب النزول، وحالات التعدد في أسباب النزول، هل تتعدد يتعدد أم لا، ولو تعددت هل التوافق بينهما أم الاختلاف. هذا كله ندخل على الكلام فيه على مسألة النزول. سبب النزول هو ما نزلت الآية تتحدث عنه، أو نزلت الآية بحكم معين بسبب هذه الواقعة أو بهذا الأمر، يعني حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الآيات إما بالإجابة، كقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أو تأتي مثلا: يسألونك ما سألوه عن ذي القرنين، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات نزلت بسبب، لأنه قال: غدا أجيبكم، فجاء التأخير. أيضا قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا النزول، سبب النزول هو أنه يحدث أتحدث حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سؤال ملح للنبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآيات إجابة لهذا السؤال، أو كشف عن هذه الحادثة ومعرفة الحكم إليها في هذا الباب. كما حدث مخاصمة بين الأوس والخزرج، تعلمون سعد بن عبادة وهو سيد الأوس، وسعد بن معاذ سيد الخزرج، والحيان كاد يقتتلان، بل كاد يفني أحدهما الآخر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالهدى فاهتدوا ونزلوا جميعا تحت راية الإسلام، فكانت بفضل من ربنا ونعمة الألفة بينهما. لكن دب الخلاف بسبب بعض اليهود كانوا يذكرونهم بأيام بعاث، وأيضا هيجوا الحيين حتى تنادوا جميعا بالسلاح السلاح السلاح السلاح، وهذا كان الإنكار فيه شديد. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الكلام هنا لما قال التخصيص إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لما خصص بالذين أوتوا الكتاب، وأيضا ما يفعلون يعني أهل الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، ما يفعلون، لما يحذرنا الله تعالى منهم هذا التحذير، ولما يقول بهذا القول إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. السؤال لكم للزوم:
لا ليس كذلك، ليس كذلك. المشار إليهم الخطاب للأوس والخزرج، لكن الفريق من أهل الكتاب ممتاز يا رواس. اسمك رواس بقى ولا اسمك روز ولا؟ طيب ممتاز يا سمراء، هذا صحيح. إذن أين إجابتكم؟ سلفي أجاب أيضا، أحمد أجاب، ولأمور كثيرة. أولا هؤلاء كتموا الحق وعلموا أنهم قد ضلوا وأضلوا وأرادوا الضلال لغيرهم، وهم أيضا قوم حسد كما قال الله جل في علاه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأيضا في قول الله جل في علاه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال: حسدا من عند أنفسهم. ولذلك قال الله تعالى قال ولا ينبئك مثل خبير. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، علامة الإيمان أن تفقهوا ولا تتولوا قوما غضب الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه نزلت، وكان سبب النزول هنا الآن يجعلك تستطيع أن تستوعب كما سيأتي أن معاني القرآن متوقفة أيضا على مسائل معرفة أسباب النزول. ماذا أفعل معك يا طالبة العلم؟ لما كل هذا الغياب؟ حياكم الله وبياكم. لما كل هذا الغياب؟ لما كل هذا التخلف عن الدروس؟ لما؟ ما الذي منعك عن مادة الروح أصالة؟ نعم، هم كالشيطان يردوننا في النار معهم. فأنزل الله جل في علاه: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكم من آية جاءت وفقت ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله جل وعلا موافقا لقول عمر بن الخطاب: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كما ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله جل في علاه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. فنزلت آية الحجاب واجتمع على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآيات، وهذه من أسباب النزول، ودي معناها سبب النزول. سبب النزول كما قلنا موافقة حادثة معينة تحتاج إلى بيان وكشف، فتأتي الآيات تكشف وتبين، أو سؤال يحتاج إلى جواب فيأتي أو تأتي الآيات جوابا لهذا السؤال، ويكون سبب النزول هو هذا السؤال. وأسباب النزول طبعا أيام وقوع هذه الآيات ونزول هذه كاشفات واضحات بينات. تعلم أن قريش يعني اليهود قد لقنوهم أن يسألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الروح، وأصحاب الكهف أيضا وذي القرنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عدة أسئلة قال: غدا أجيبكم. هو ينتظر الوحي، لكنه لم يقل إن شاء الله غدا أجيبكم، تأخر عن الوحي فأبطأ عليه 15 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل 40 يوما، حتى شق عليه. ثم نزلت أجوبة هذه الثلاثة، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم لأمر جلل: ولا تقول لنا شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الغرض المقصود هذا معنى النوازل، سبب النزول يعني نزول الآيات مواكبة أو موضحة أو مجيبة عن الأسئلة والمواقف في هذا الباب. هذا إن دل على إيش؟ إن دل على إيش؟ ماذا تستفيدون؟ أن الآيات تنزل إجابة للأسئلة، توضيحا للمشكلة، كاشفة لما خفي في المعضلات التي قد وقعت في هذه الزمانات. الرسول ملهم؟ لا، أنا أريد، ما في إجابة، ليش المايك مش موجود؟ نعم أريد إجابة، أريد إجابة. أنا قائم عند الله، ماشي ممتاز. طيب أنا أريد إجابة معينة أقولها وأنتم تتناقشون فيها، جيد. الإجابة التي أريدها ليتها تكون عندكم
هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، إما أن توافقونه وإما أن تخالفونه فتناقشونه، وإن وافقتم لابد أن تبينوا لي كيف ذلك. طيب إذا تبينوا لي ذلك، ممتازة ممتازة دكتورة ندى، بيان أن القرآن سبب الفلاح، نعم هذا قريب مما نريد. معضلات تقول العبرة من لفظ نعم على التعميم يعني، فيكون عاما فيتضمن هنا، نعم يتضمن هنا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لأنه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، والمستحدثات كلها كصور على الصور التي نزلت وحدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا كما قلنا المواكبة بأن هذا القرآن لأنه معجزة، ومن معجزاته أنه صالح لكل زمان ومكان. ممتاز ممتاز سلفي ممتاز، ولأن الشرع لا ينزل أبدا للأعيان، لكن تقاس عليها الحوادث اللي هي قضايا الأحوال. طيب نأتي إلى المبحث الثاني مهم جدا، وهو معرفة فوائد أسباب النزول. بعض العلماء يرى بأن البحث في أسباب النزول لا طائل تحته، يعني أقصى ما فيه هو الإثبات التاريخي لما حدث من نزول الآيات وينتهي الأمر، وهذا كلام ضعيف جدا، بل أسباب النزول كثيرة جدا، أسباب النزول كثيرة جدا والحكم فيها عظيمة جدا. من أعظم أسباب النزول معرفة حكمة الباري على التعيين فيما شرعه سبحانه وجل في علاه. تعلم أن النفوس تهوى التعليل وتعشق ويسهل عليها الانقياد عندما تعرف الأحكام بعللها، عندما تبين لها العلل فتعرف الأحكام بها فإنها تنقاد إلى هذه الأحكام وترتبط بها وتعرف أنها من ربهم العلام، فينصعون ويسهل عليهم القياد والمصارعة في الخيرات. لما يقول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هنا ظاهر الآيات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، الخطاب عام والخطاب لكل ما يصح له الخطاب، فيدخل تحت ذلك المسلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، نعم. فإذا عرف السبب فإن السبب يخرج هذا، يعني يجعلنا نستبعد ما يكون داخلا بالعموم، يجعلنا نستبعده ونقول بأن العام هنا عام يراد به الخصوص، أو عام أنه مخصوص مخصوص بمخصص، إما من ناحية الكتاب أو من ناحية السنة أو من ناحية إجماع الصاحب. فالحق أن سبب نزول هذه الآية هو أن الأهل الكفري من المشركين واليهود كان الأمر يقولون له على هذا القرآن، نعم أنه مختلق، فكان يتحداهم ويقول ائتونا بآية من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يستطيعون إلى ذلك سبيل، ولذلك هم قالوا ببجاحة إن لفي شك من فكان التحدي لهم بأن أنزل الله هذه الآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فانظر إلى سبب النزول وكيف وضح المراد وبين المشكل، فعلم أن هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا هذا الخطاب لأهل الكفر لليهود والمشركين. يبقى إذن معرفة حكمة الباري، معرفة الحكمة حين الأحكام كما قلنا أول شيء يرسخ في القلب الحكم، الأمر الثاني بالسعي الحثيث إلى التحقيق في هذا الباب. يبقى إذن معرفة علل الأحكام هذه مفيدة جدا لطالب العلم. يبقى معرفة سبب النزول فيه بيان حكمة الباري في التشريع، ويستفاد من ذلك عند معرفة حكمة الباري لأسباب النزول تعرف الحكمة كما قلنا لينقاد الناس إليها، وأيضا لإقامة الحجة على الكافرين أهل التكبر والتجبر. من الفوائد الكثيرة لمعرفة أسباب النزول فهم الآية، وهذه أهم فوائد سبب النزول، هذه أهم فائدة فيه، أهم فائدة هو أن أسباب معرفة أسباب النزول تعين جدا على فهم كتاب الله تعالى في علم فهم الآيات، والمطلوب التدبر وفهم الآيات، هذا المطلوب. يقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات
وقال ثم اتقوا أحسنوا. نعم. فقال عثمان بن مضعون فشرب الخمر، شرب الخمر، وحسب من الآية أن الخمر مباح، لأنه قال ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح، قال وأنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات، قال وأنا من الذين أمنوا وعملوا الصالحات. لو علم سبب النزول لسار الأمر أيسر عنده بالفهم الذي يعمل به. ولذلك يقول هنا الله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. نعم. عثمان بن مضعون لأنه لم يعلم سبب نزول الآية قال أنا من الذين أمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، أنا من الذين أمنوا واتقوا وعملوا الصالحات، يعني لا جناح علي أن أشرب الخمر ما دام تقيا مؤمنا. والحق أن سبب النزول في هذا الباب هو الكلام على أناس ماتوا وكانوا يشربون الخمر ونزل تحريم الخمر، وهذه معناها كأنهم يأسمون بذلك، فأنزل الله جل في علاه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال بأنه لا جناح ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا، يعني السابقين، فقصد هنا به السابقين. وقد يقال هنا العبرة هنا ليس بعموم اللفظ بل بخصوص السبب. فانظر هنا إن علم سبب النزول كان سهلا عليه وهو يشرب الخمر أن يعلم أنه قد تعدى وتجاوز وعصى الله. لذلك عمر بن الخطاب لما قال ذلك رد عليه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بسبب النزول أيضا، فرد عليه ابن عباس ورد عليه عمر وجلد على ذلك رضي الله عنه وارضاه، ونال تأويل لا يسوغ. يبقى إذن نزول الآية مع معرفة سبب النزول يفيد جدا بفهم الآية، يجعل الآية مفهومة عند أصحابها. لو ترى في قول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه فسق أو رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذه فهم الآية بسبب النزول في هذا الباب يجعل الآية ليست حصرا وقصرا على هذه الأصناف، لكنها رد على أهل الكفر الذين قد حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله جل في علاه فاتبعهم كثير من الناس. قال الله تعالى والله يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض. ظاهر الآية لا تكون أشهر إلا لمرتاب، يعني ما كانت الريبة عنده من النساء فإنه يرجع في العدة إلى الأشهر، يعني إن ارتاب معها عدتها تكون بالأشهر فقط، وهذا خطأ مبين. بل الآية في قول تعالى والله يئسن من المحيض من إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض، هو أن الصغار واليائسات عدتهن بالأشهر وليست بالقروء، عدتهن بالأشهر وليست بالقروء. طب ما معنى قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم؟ فجعل قيد هنا وصف مقيد، إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، يعني اللائي يئسن من المحيض إن ارتبنا في نزول دم، لا ما نزول دم حصل ريب عنه، إن ارتبنا فقال فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى إذن ولا يئسن من المحيض ليست الأمر على الريبة، لكن سبب النزول يعني هو أن الآية لما نزلت في سورة البقرة في عدة النساء والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، قال قوم قد بقي عدد من عدد لم يذكرنا الصغار والكبار فنزلت الآيات والله يئسن من المحيض، فعلم أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن من العدة، لا 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 ما يكون في الريب. إذا كان لا يعلم ما العدة فيظهر له بما بيّن الله تعالى مقررا بأن العدة ثلاث قروء أو بالأشهر، بالقروء إن كنا من أصحاب الحيض، وبالأشهر إن كانت صغيرة أو كانت كبيرة ثيبا. أريد منكم بعض الفوائد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء،
إلى أن قال: ولا يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتن ثلاثة أشهر. أريد الفوائد من هذين الآيتين بعد معرفة سبب النزول، أريد الفائدة عندكم، بعض الفوائد من لهاتين الآيتين، وهكون متعلق بالدرس أصلا. ده فضل القر. القر هو الأطهار أو الحيض، هذا هو القر. رحمة أصاب من الرجل لا تذكروا ممكنها بعد ذلك أن تنجح سبيل الخير. ممتازة، ماشي، مسألة تأكد محمد، ممتازة سمراء. أما هذه فيها فوائد كثيرة وجمة، وفيها التفريق بأن الشرع لم يترك شيئا بحال أتى على أصناف النساء جميعا وأصناف العدد للنساء، ولأن الشرع أحاط بكل شيء. والأمر الثاني أننا يمكن أن نقول بأن أسباب النزول قد تخصص، مع أن القاعدة التي نتبناها عموما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد تخصص. وهنا التخصيص لابد له من إيش؟ من دليل. التخصيص الصحيح الراجح في هذا الباب أن التخصيص لابد له من دليل وقرينة هي التي تخصص. عند التنازع بالقرء سواء كان معناه حيض أو طهر، نقل المتفق عليه إلى مختلف. ممتاز، وهو ثلاثة أشهر سواء هذه أو تلك، لأن هذه لابد أن تزيد وهذه لابد أن تقل، فهنا جعلها المتفق عليه هو ثلاثة أشهر. نعم، هناك فرق بين المطلقة وبين من مات عنها زوجها. ومن ذلك أيضا شوف هنا كل هذه معرفة يعني أسباب النزول كيف تفيد. من أسباب النزول كما قال ابن تيمية: فهم الآيات أعدل ما يصل به الإنسان إلى ذلك، هو معرفة أسباب النزول تساعد جدا على الفهم. نعم، في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. عروة بن الزبير أشكل عليه ذلك، يعني عروة قال لعائشة: لا عليها، يعني لا أجد في نفسي الحرج، طفت بالبيت أو طفت بالصفا والمروة أو لم أطف، لا أجد حرجا، لأن الله جل وعلا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. فهما الزبير من ظاهر الآية بذلك، ولو علم سبب النزول لما قال هذا. هذه الآية كما قالت عائشة سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يحجون في سعيهم بصنمين، أحدهما بين الصفا والآخر بين عند المروة. فلما دخلوا إلى الإسلام وعلموا بالطواف بين الصفا والمروة، فكانوا يتذكرون ما كانوا يفعلون من الأصنام، من عبادة الأصنام إساف ونائلة. فنزلت الآية الكريمة تبين لهم أن الله جب ما سبق وغفره وكفر عنكم سيئاتكم، والآن أنتم تسعون إرضاء لله جل في علاه. فالمسألة ليست في الحيز والمكان، المسألة في القلب والجنان. الله أكبر. سمرة تقول: هناك من أسلم ودخل الإسلام بسبب عدة نساء مختلفة. الله أكبر ولله الحمد منه. فهنا كما قلنا بأنه عائشة فهمته، قالت له أن سبب النزول بأنهم فعلوا ذلك، فكان الحرج يلفهم، فلما كان الحرج عليهم فأنزل الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولذلك أنت ترى هنا عندما قال عروة قالت له: أخطأت، لو كان كما تقول لقال الله تعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بها، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. يبقى أسقط عنه الجناح هنا في عدم الطواف، لكن لما يقول أن يطوف بهما كان الأمر على سبب النزول، وأنهم كانوا يطوفون بين إساف ونائلة، فخشي كل واحد منهم ما كان يفعل من الجاهلية. وهذا أيضا بعد أن ينأى بنفسي عما كان يقع فيه، فلذلك ينأى بنفسي عما كان يقع فيه في الجاهلية. فلذلك نزلت الآيات موضحة مبينة ما المقصود، وبهذا يكون أيضا السعي بين الصفا والمروة على الوجوب. يبقى فهم الآيات سبب النزول ييسر لنا فهم الآيات، سبب النزول ييسر لنا فهم الآيات.
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا هنا من الآية دي تعدد سبب نزولها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا زينب بنت جحش لزيد بن حارثة، هي وجدت أن الأمر أثقل ما يكون عليها. كيف يكون ذلك وهي الحسيبة النسيبة وتزوج مولى من الموالي؟ فقال النبي: ما بد حتى نزلت الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا فهمه الآن على أن النبي قد أمرها بأمر كان وجب عليها أن تسمع وتطيع، مع أن لها الجواز أن تقبل أو لا تقبل، لكن لما قال لها ما بد، هذا خلاص أمر الله وأمر رسوله. فنزلت الآيات: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سبب نزول قول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذا الفداء الأسارة بدر وأخذ المقابل، هذا الذي عاتبهم فيه الله جل وعلا. سبب النزول يبين لك فهم هذه الآية، وهل تعمم أو تخصص؟ كما قلت سبب النزول الإشكال فيه أنه قد حمله بعضهم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تقول ما تقول من خصوص السبب ويوافقك عليه، لكن يقول لك العبرة في الآيات والأحكام مترتبة على إيش؟ على المعاني، مترتبة ليست مترتبة على أسباب النزول. ممكن يقول بذلك: من قال بالتخصيص جعل الحكم مخصص بسبب النزول، من قال بالتعميم يقول لا، أن سبب النزول ليس مخصصا لعموم الحكم في هذا. وطبعا هذا هو الذي ندين الله به، لكن كما قلت المهم أنه اختلفت الأحكام بسبب مسألة في علوم القرآن، وهي مسألة سبب النزول والبحث عنه. يبقى إذن سبب النزول ليس أمرا تاريخيا أو بحثا تاريخيا، ده في عمق العلم. من هذا أيضا من الفوائد العظيمة التي تعرف لأسباب النزول: رفع التوهم، اللي هو دفع توهم الحصر يعني والقصر والتخصيص. عندما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي. شوف هذه الآية، الإمام مالك قال اقتصر الأمر على ذلك، لذلك مالك يقول: الأسد يجوز أكله، الفيل يجوز أكله، والضبع، الثعلب، كل هذا، كل من له ناب ملوش ناب يجوز أكله، لأنه هو واخذ بالآية، الآية فيها حصر وقصر. وقال الأحد لا يعترض، لا 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 يتعارض مع المتواتر، لأنه قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فسق، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى عندنا أصناف، هذه الأصناف انحصر فيها التحريم. قال: قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا، لا وإلا النفي والإثبات يفيد العموم. ولو علمت سبب النزول ما قلت بالحصر، وإلا فالإمام الجويني وغيره قال: لولا ما أفهمنا الشافعي، في معنى في سبب النزول يعني، لولا ما أفهمنا الشافعي بذلك لقلنا بقول مالك. وقول مالك أنه قال هذه الأصناف فقط المحرمة، غير ذلك غير محرمة، حتى لو له ناب ولو له مخلب ليس بمحرم. وإذلك هم يقولون كما قلت في الغراب وفي غيره، يقولون بجواز الأكل، يقولون بجواز الأكل، لأن النبي خرج عنهم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات يبين سبب النزول، وهنا في هذه المسألة الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرون أنه خرج عنه في هذا الباب أن الحديث حديث أحد لا يقف أمام المتواتر، مع أن علماء أهل السنة والجماعة يقولون لا تعارض، الكل خرج من مشكات واحدة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن بيع، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهنا الآية حصرت المحرمات، نقول ما قاله الشافعي. الشافعي قال الآية نزلت هكذا مناقضة ومضادة لأهل الكفر، لأن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله كانوا على المضادة والمحادة مناقضة الغرضين. فكأن الشافعي قال لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، فهذا كأنه كما قلنا ينكر عليهم بذلك. فكان هذا سبب النزول، كان هذا سبب النزول، فكان الأمر على المشاكلة ومعارضة من حرم وأحل، وليس الأمر على الحصر والقصر، وليس الأمر على
الحصر والقصر. وقد يقال بأن سبب النزول هذا عندما كان معارضة لكلام أهل الكفر، يفهم من ذلك أن الله تعالى عندما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، الآن وقد أحرم عليك ما هو كذلك فوق هذا بعد ذلك، يعني كأنه قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه الآن، وبعد ذلك تنزل الآيات أيضا تثبت تحريما آخر من التحريم الذي أثبتته هذه الآية. لكن الآية كما قلنا لولا سبب النزول لقلنا بالحصر والقصر الإمام مالك، ولكن سبب النزول كما قلنا هو المشاكلة لهؤلاء والمناقضة لشعراء الجاهلية الذين تكلموا بفصاحة لكنهم لم يصلوا إلى فهم الكتاب. إذن سبب النزول أيضا يرفع التوهم، يحسب المرء في الآية حصر وقصر ويرفع التوهم، كما حدث في أن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال قابلت امرأة أعلمها في السوق فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوري غير أني لم أطأ، يعني فعل كل شيء غير أنه لم يطأ، فسكت عنه النبي لأنه قال طهرني أقم علي الحد، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى، ثم قال أين السائل فجاءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأت أسبغت الوضوء، قال نعم، قال أسبغت الوضوء، قال نعم، قال صليت معنا، قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، اذهب فقد غفر الله لك. فقال لما قال له ذلك قام الرجل سعيدا فقال بالتصريح يا رسول الله هذه خاصة لي، دي كرامة له، هذه خاصة لي، قال لا هي لأمتي عامة. شوف هو سبب نزول رجل، سبب نزول رجل في هذا الباب، هل تقف عليه الآية؟ هنا كما قلنا يرفع التوهم والحظ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل لأمتي عامة، لأنه قال أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أحسنت إليك نسيئات. هنا لما نقول بأن سبب نزول الرجل الذي فعل مع امرأتي مع امرأة غيري أو فعل مع امرأة هكذا دون الجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر الله لك. فمعرفة النزول هنا أثبتت أشياء معناها أن صادق التوبة يصدقه الله جل في علاه، ومعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي، لا يعني لا يمكن أن يحكم إلا اجتهادا في قضية معينة والشرع يقر ذلك أو ينكره، فلا يتحرك إلا بوحي. سكت عنه وهو شدد على النبي وقال أقم علي الحد، أتفعل معي مثلما فعلت مع ماعز، أقم علي الحد. وكان أبو بكر يقول له استتر ستر الله، وعمر كذلك، ويقول لا والله حتى يقوم عليه الحد. قد يكون أيضا تخصيص الحكم بالسبب عندما يرى أنه العبرة ليست بعموم اللفظ بل بخصوص السبب، وهذه أيضا عندما قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الحاصل بأن مروان معاوية أمره أن يأخذ البيعة ليزيد ابن معاوية، قال ما خطف الناس وقال إن أمير المؤمنين يرى يعني خيرا في يزيد وأمرهم على البيعة، قال وهذه سنة أبي بكر وعمر، فقال له كذبت، قال يعني هو مروان خطف الناس وقال هذه سنة أبي بكر وعمر، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر قال كذبت والذي نفسي بيدي ليست هذه سنة أبي بكر ولا عمر، إنها هرقلية أرأتموها ملوكا خلف الملوك. فقال له من أنت؟ خذوه، كان عبد الرحمن بن بكر، فدخل بيت عائشة فما استطاعوا لذلك سبيلا. فقال هذا وأمثاله الذي نزلت فيه الآيات، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، فقال نزلت عبد الرحمن، فقالت عائشة لا والله ما نزل فينا نقول شيء إلا عذري، ولو شئت لسميت لكم ما نزل، يعني ومع ذلك العبرة عموم اللفظ، معناها نزلت شخص بعيني، العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن كل ما قال والديه هذا المقول فلا بد أن يعذر. في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات نزلت في عائشة خاصة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة
ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه تفيدنا بأن نزلت في عائشة رضي الله عنها وأرضاها حين قال فإن الله غفور رحيم. قال العلماء هنا دلالة على قبول القاذف إذا تاب إلى الله جل وعلا، وإن كان مخصصا لعموم قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فلا يتناول بالتخصيص من قاذف عائشة أو قاذف سائر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا توبة له، ولأن تكون صورة السبب في اللفظ العام قطعي، وهنا استعمال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. من ذلك الآيات التي نزلت أيضا تبين الفهم في هذا الباب، قول الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه استشكلت على مروان بقول تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فقال إذا كانت نزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ونحن نفرح بما يأتينا، قال إذا لا ننجو أحد. قال إن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما نفعل معذبا لنعذبنا جميعا، لأنه قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازات من العذاب ولهم عذاب أليم. من الفوائد أيضا معرفة أسباب النزول، أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية، يعني إذا ورد مخصصا فهو داخل في الآية. من فوائد معرفة أسباب النزول تبيين المبهم وتسمية المهمل. لما زعم مروان أنه قال في قول تعالى والذي قال والدي أفل لكما، قال عبد الرحمن بن أبي بكر، قال مروان نزلت في عبد الرحمن وكان عقل والديه، فردت عائشة ذلك وقالت والله ما هو به، ولو شئت أن أسميها لسميته، ولكن هي اقتضت المصلحة عندها لا تسمي صاحب هذا الأمر. فهنا نزلت الآية في شخص لكنها لم تفصح عنه تأدبا، وهذا أيضا فيها كما قلنا تبين المبهم من هذا الذي نزل فيه الآيات، فتعلموا عائشة إذا أخبرت عنه عرف، مثل الحديث لما يكون فيه طرق أخرى أطول وأنزل في الإسناد ليس عاليا لكن فيه تبين المبهم وأكثر في المستخرجات. من ذلك فوائد معرفة النزول تيسير الحفظ وتيسير الفهم، لأنه كلما ربط النزول آية بالواقع بالسؤال فإنه لا يفوت منه، دائما يتوقف يعني يتذكر المواقف تجعل ثبات المسألة في القلب مع الفهم. هذه كلها فيها فوائد معرفة أسباب النزول، وهذه الفوائد عظيمة جدا لأنها تقرب له المسافات إيمانا وقربانا وأيضا مسارعة في الصالحات الطيبات. ممتاز إسقاط الحكم على الفعل ليفقه الناس، هذه أيضا شوف من علوم القرآن لابد أن نتعلم أن هذه من علوم القرآن، من أعز علوم القرآن، ومنها أيضا حكمة الباري كما قلنا في أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ومنها أيضا أحكام المعللة التي تدخل على القلوب سريعا. طرق معرفة سبب النزول، كيف يعرف سبب النزول؟ إذا قلنا أسباب النزول هي تفيد برفع التوهم، تفيد بالتعميم للتخصيص، تفيد بتعضيد الحكم، تفيد برفع المبهم أو بيان المبهم وأيضا المهمل. إن كان هذا وفيها أيضا ما يسهل على الحفظ وتسهيل الفهم، نقول طب ما هي طرق معرفة أسباب النزول؟ ما هي طرق معرفة أسباب النزول؟ هذا المبحث الثاني نتكلم عنه في علوم القرآن بعد الكلام على أسباب النزول. نقول ما هي الطرق التي يعرف بها أسباب النزول؟ أعظم طريق ليعرف فيه سبب النزول هو إيش؟ التفسير. وطبعا معرفة النزول تعرف من صاحب القصة، من صاحب النازلة الذي بسبب نزلت النازلة، كهلال بن أمية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن وجد الرجل مع امرأة رجلا أينتظر حتى يأتي بأربعة شهود؟ قال لا، البينة أو حد في ظهري، البينة أو حد
في ظهرك. الآيات نزلت موضحة كاشفة غم أو الغم الذي ركب هذا الصاحب الجليل. فهو يقول إذا في نزلت فيا نزلت، كما أن العلماء يقولون والذين يرمون المحصنات نزلت في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ونزول فيها أيضا أولئك مبرؤون مما 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 يقولون. يلزم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بإخبار الراوي الذي نزلت فيه الآية، بسببه يعرف تعرف أسباب النزول. لما يقول رجل أقم صلاة رفاء النهار وزلف الليل، يقوم رجل الذي قال له صلى الله عليه وسلم أقمت الصلاة، يقول نزلت في هذه الآيات. يبقى إذن طريقه في هذا الباب إخبار الصحابي، إخبار الصحابي أن هذا نزل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسعى إلى ضمها طبعا لفوائد معرفة أسباب النزول. أنا كنت أسعى لأقابل من يجلس يتفرغ لمثل هذه العلوم، فله ما له من المكافآت صراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تبقى مقعده من النار، في رواية من كذب عليه فلا على الله عز وجل. فإذا هنا لما يأتي يقول الصحابي نزلت فيها هذه الآيات، هذه صارمة لابد أن تكون على القبول. من ذلك نزول الآيات لموقف معين على شخص معين. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما تكلم مصطح في عرض عائشة قال والله لا أنفق عليه، لا أنفق عليه، فنزلت الآيات بتسميته ولقبه وأيضا ببيان فضله وتناع ذلك. لما قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين لآخر الآيات، قال ليس لك ذلك الأمر، أنت لست مرهونا لنفسك. لكن الإنسان لابد يبحث ويدقق من أجل أن يفهم. فأنت الآن تسعى لتعرف كيف أصل لسبب النزول، لأن بسبب النزول يزداد الفهم، يزداد عمق الصالحات والقربات والطيبات، لأن الأحكام المعللة وأيضا فيها كما قلنا دقة النظر لمن يركن، لكنه يحاول تدبر عمقا في كتاب الله جل وعلا، لعل هذه المادة تسهل عليه ذلك. يبقى أول طرق معرفة أسباب النزول أن الصحابي يقول نزلت فيه. فأسباب النزول أيضا فيها يدخلها الاجتهاد، أسباب النزول يدخلها الاجتهاد. ولذلك الصحابة الكرام إذا قالوا كان سبب النزول كذا، فخذ منهم وعض على ذلك بالنواجذ، لأنهم كانوا يتحشون من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تبقى مقعده من النار، أو قال فهو يرى أحد الكاذبين. فالحق أن طريق معرفة أسباب النزول طريق مأثور وليس محل الاجتهاد. فيبعد كل البعد أن يتكلم الصحابي من تلقاء نفسه، بل الأمر لابد أن يكون توقفيا، يعني عنده أثر يثبت أنه يعني عرف أسباب النزول بسبب الصاحب الجليل الذي قال كذا. وقال كذا هنا قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حكم الرفع. إذا سبب النزول الطريقة العملية أولا والفهم، ومنها ما قال بأن الصاحب إذا تكلم ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فواحد الكاذبين. يبقى إذن عندنا معرفة أسباب النزول طرق، منها كما قلنا الأثر، ولأنها توقفية الأثر في هذا الباب. ولذلك الواحدي قال لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. والسيوطي ذهب إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول يقبل على أنه مرسل، وهذا كان من أئمة التفسير الذي أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعتبة بن مرسل آخر. والصحيح كما قلنا الطريق الأمثل لمعرفة سبب النزول هو الصاحب الجليل. إذا نقف عند هذا المبحث ومعرفة أسباب النزول، وأسباب النزول توقيفية لا اجتهاد فيها بحال من الأحوال، بالتنصيص يأتيك والسياق يثبت ذلك في معرفة أسباب النزول. لأننا قلنا معرفة أسباب النزول فيها شيء من التأثير على فهم الآيات والأحكام التي تترتب على ذلك. فإذا روى سبب النزول من التابعي فنقول هذا حديث مرسل،
أما إذا روي سبب النزول بحديث مرسل فحكمه لا يقبل إلا إذا اعتضد بمرسل آخر على نفس مشترط الشافعي بأنه المرسل يعمل به إذا وافق مرسل آخر، إذا وافق خادما أو وقف أو وافق عالما قد أفتى بذلك، وافق جمع من العلماء وقيل الإجماع على ذلك. فالبدع في هذا الباب نقول أنه مجاهد وعكرمة وسائل مجاهد لهم أن يقولوا في سبب النزول، وتكون كالمرسل الذي ينزل منزلة الموصول، والاستفادة منه كثيرة جدا. هذا بالنسبة لمبحث النزول. يبقى عندنا من المباحث التعبير عن سبب النزول تعدد الأسباب والنازل واحد، وهذه ما فائدتها. وبعدها أيضا تعدد النوازل والسبب واحد، وتأتي إلى القاعدة المهمة جدا في أسباب النزول وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقف عند هذه، ولو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.